حكايتنا اليوم عن فانوس رمضان، ولا يحلى رمضان إلا النمام. النمام ده الفانوس، ما هو أصل الحكاية، الفانوس ده هو النمام. فانوس رمضان ليه حكاية عجيبة. الحكاية بدأت مع العصر الفاطمي، فعند قدوم الحاكم الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي مصر، ذهب في اليوم الخامس الشعب المصري متهللين بلقائه، حاملين الفوانيس التي تضيء الشوارع لاستقباله، وأعجب بهذه الفوانيس، وصارت هذه الفوانيس تعلق أمام المنازل وفي الطرقات حتى نهاية شهر رمضان. وتقول رواية أخرى أن الفانوس حكايته بدأت كذلك في العصر الفاطمي، لكن كان الحاكم الفاطمي في ذلك الوقت أمر كل من هو قائم بالإشراف على المساجد بأن تعلق الفوانيس على المساجد زينة لرمضان، وأن تضاء بالشموع، وهو ما كاد أن يندثر في هذه الأيام، اللي هو الفانوس بالشمع. ده كان الحاكم الفاطمي أمر بأن كل مسجد يضع أمامه فانوس، وتضع بجواره عدة فوانيس احتفالا وتزيينا بشهر رمضان. ومما قيل كذلك أن الفانوس كان يخرج به الأطفال عندما كانت النساء تخرج في رمضان، فكانت النساء لا تخرج طوال العام إلا في شهر رمضان. ففي شهر رمضان تخرج النساء، يخرج طفل صغير أمام النساء معلنا أن هناك سيدة تمشي في الشارع حتى يخلي لها الناس الشوارع في رمضان. طبعا ده كان زمان، لكن لو في اليومين دول الناس كلها تنتظر ظهور الطفل ده علشان تبص مين السيدة دي اللي ماشية في رمضان. الفانوس في اللغة العربية يقال أنه مأخوذ من الإغريقية، وهناك من يطلق عليه لفظ في ناس، لكن في القاموس المحيط للفيروز أبادي قال بأن الفانوس يعني النمام، ولأنه ينم عن شخصية صاحبه الذي يظهر في الظلام، فهو يضيء حوله فيعرفه الناس. وهناك تشابه كبير ما بين الفانوس والتلفزيون، يعني الفانوس ده فانوس نمام بيضيء لصاحبه في الظلام، لكن التلفزيون الآن هو فانوس علشان بينم عن تردي القيم والأخلاق اللي ظهر اليومين دول في رمضان، أن ترى مشاهد كثيرة لا تتناسب مع شهر رمضان. لكن الفانوس عموما والتلفزيون وسيلة صارت مرتبطة بشهر رمضان في شتى الدول. أنا سألت أحد الوافدين، كان صديق، فبسأله عن فانوس رمضان، إيه علاقتك بالفانوس؟ فبيقول لي أنا لم أعرف الفانوس إلا في مصر، ومنذ أن رأيته فأنا كل عام أحرص على اقتناء فانوس وأخذه إلى بلدتي في ماليزيا ابتهاجا وسرورا بشهر رمضان الكريم. الأغاني ارتبطت بفانوس رمضان، وحوي وحوي إياحة، وأنا ظللت فترة طويلة يعني لا أفهم هذه الأغنية، إلى أن عثرت عليها بأن وحوي وحوي إياحة معناها أشرقت أشرقت يا قمر، وهي من اللغة القبطية المصرية القديمة، وكان الناس يتواردونها بداية كل شهر قمري، يقولون ويا وحوي إياحة، إلى أن ارتبطت بالأغنية المشهورة في شهر رمضان. وظل الناس عندما يأتي شهر رمضان يمسكون بالفوانيس، خاصة الأطفال، ويغنون وحوي وحوي إياحة، وحوي وحوي إياحة. الفانوس في النهاية تعدد وصار من مصر إلى السعودية إلى البحرين إلى الكويت، كل مكان الآن مصحوب بفانوس رمضان. الناس بيحرصوا على الذهاب لشارع المعز لدين الله الفاطمي، منطقة الأزهر، منطقة الدراسة، للاحتفاء بالعصر الفاطمي والعودة إلى التاريخ الذي عرف فيه الفانوس. ولذلك لن تجد قيمة كبيرة وتشعر بعبق التاريخ إلا في هذه الأماكن التي كان منها الفانوس في البداية، عندما تذهب إلى السيدة زينب، عندما تذهب إلى منطقة الدراسة، منطقة الحسين، ستجد هناك التزاحم والإقبال على شراء وبيع الفوانيس وحمل الأطفال للفوانيس. العلاقة ما بين الفانوس النمام والفانوس العادي، إننا نطلب من الله أن ينمي حسناتنا في هذه الأيام، ويبعد عنا النمامين والنمامات، لأننا صرنا في أيام مباركة لابد أن نغتنمها بالعبادة وكثرة الاجتهاد في هذه الأيام.
الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أتناول معكم، نمر سريعا في شوارع المعز لدين الله الفاطمي، شوارع مصر القديمة، لنبحث عن أصل الكوسة. فالكوسة مرتبطة بشهر رمضان، والكوسة لها تاريخ كبير عند المصريين، فهي ماركة مصرية مسجلة. فانتظرونا للحديث عن الكوسة في الحلقة القادمة. Mm-hmm.